الكرم، الخوجنة، الكلاس، النبل، دفع المصاري، عنوان لشخص واحد، الخواجة أبو روني. مرحبا. اهلا اهلا بالخواجة أبو روني. يعطيك العافية ستيفاني. كيفك؟ ينعاد عليك كل سنة وانت بخير. شكرا على حضرتك يا ست ستيفاني. انت بتعرفي جاي راس السنة وانا هالمرة حابب سهرة لست امروني مدامتي. خير؟ واسهر انا وياها هيك سهرة من العمر على راس السنة. بقى بما انه حضرتكم بتحجزوا للحفلات بدي اعرف شو في حفلات على راس السنة مشين نحجز من هلأ، ما بدنا نترك حيلنا لآخر تك. خي هاي خبرية. بدي أعمل سهرة من العمر، بدنا ننبسط، بدنا نسهر، بدنا نكيف، بدنا نستقبل سنة 2015 بأحلى شيء ممكن. خي؟ إيه بالبهجة والسرور. أكيد بدي صلح. أهم حفلة عندي. أكيد. أنا إمروني هيدي شريكة حياتي، تعبيني معي بالحياة كلها، يعني أنا بدي كرمها بهيدي الحفلة. يا عمي يلا فيك. تسلمي الله يخليكي. خلينا نشوف شو في عنا. عنا كثير. فرحتك ما تتوفقي بحدا مثل الخواجة أبو روني يريحك. ميرسي ميرسي. تعرفي كثير سهرات على راس السنة. ايه ايه بدي أهم سهرة عندي. أهم سهرة فيها وكل شيء منيح. شو في عنا هلا؟ عنا كاظم الساهر وعاصي الحنان. جي 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 جي. شو عم تحكي؟ هيدي سهرة روعة. أيسر الغناء وفارس الغناء. هيدا الشيء مش معقول بين العراق وبين لبنان. انا هيدي شغله كبيره. ايه 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 شفتوا حلوين؟ حجزي لنا بطاقتين. قديش البطاقه تنحجز؟ يلا بتبلش بال $400. لا 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 قسيت علي كثير. ليش قسيت علي كثير؟ خليت كثير هالقد. انا 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 بدي اسهر وانبسط، مش ضلني مفقوس كل الليل انه حدا نصب علي. لا ما رح اقبل هالشي. طيب اوكي اعطيني حدا تاني، اعطيني حدا تاني. مفكر لك حدا تاني هيك غير حدا فنان كبير. بس حسين الديك. حسين الديك هيدا بجنن. هو بديوك بجنن. وهيدا علي الديك ممتاز، هيدا على اللي غني لي تغني لك. شفت؟ على التلفزيون الجديد انا بنبسط فيه كثير، كل سبت بدي اقعد احضره. وانا هو كثير مهضومين بنبسط فيهم كثير. هودي الديوك هيدا إيه؟ خيو عم بغني. ايه خيو هودي بجنن وكلهم كويسين. أوكي. هيدي قديش هيدي السهره؟ هيدي بتبلش ب 350. لا قسيت علي كثير. انا مبلغ اللي عم فكر ادفعه انت بعيدي عنه كتير كتير بعيدي. انا ما فيي ادفع هالمبلغ. طيب. انا ما بقبل ادفع هالمبلغ. طيب انا معك. عديك على غير الديك مش فرقيني معي. طيب اوكي شو رأيك بالموسيقار ملحم بركات؟ ولو يا ستيفاني هيدا سؤال بتسأليني اياه عن الموسيقار ملحم بركات. هيدا حبيب قلبي. شفت؟ هيدا موسيقار لبناني، لبنان كله بشوف حلو فيه. هيدا عنده جو حلو، طرب، مرح، فرح، هيدا ما بيتكرر. انا 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 من الاول كان لازم اختاره. يلا احجزي لنا بطاقتين. قديش البطاقه؟ لا احجز كل شخصين. إيه $250 بتبلش. لا قسيت علي كثير. هيك كثير من انه قسيت علي كثير. انا اللي بعرف منيح ولا مش منيح، مش انت اللي بتقرري عني. سوري اوكي. طيب حدا غير. طيب حدا غير. اوكي عنا لكينا باوتيل الريفيرا. ايه اوتيل الريفيرا، اوتيل محترم جدا بقلب بيروت العاصمه. خي شو عندهم؟ عندهم لورا خليل وهادي خليل. ممتاز، انا بحبهم كثير. دخلك مش جاي معهم علي حسن خليل وحسين خليل يغنوا معهم. عم امزح معي. قديش كرتون؟ عندك يعني من 150 ل 350. لا قسيت علي كثير. قسيت علي كثير. انا المبلغ اللي بدي ادفعه انت بعيدة عنه كثير يا ست ستيفاني. هيدا شيء مش منطقي، هيدا شيء مش منطقي. بدي اسهر، بدي انبسط. هيدا بعدت كثير انت، خربتي لي كل اللي عم فكر فيه. طيب شو الحل؟ الحل عندي
هيدا السدي. نعم. فيه كل هالفنانين والمطربين اللي حكيتك عنهم. نعم. بعشرين دولار بس. ممنون عينك، ممنون عينك. خلاص أنا عندي الحل. أنا رح روح أنا وإمروني نجيب شوية جزر نشحبرون وننقعهم بالحامض، نشحبر شوية خيار ونسلق شوية قرنبيط ونجيب لهم صوص كوكتيل نعملون، نعمل هيك جلسة حلوة ونحضر سهرة راس السنة على تلفزيون الجديد، سهرة من العمر. وعندك هيدي رابعة مش طبيعية، مش طبيعية. شو ممتازة لطديعانة تكون رابعة. كيف حطينا رابعة؟ لازم تكون على القليلة التالتي تاني مينيموم. والعاو وعندك هيدا، هيدا البدق على العود، هيدا السقيل شو اسمه؟ قصدك زياد سحاب؟ ايه هيدا كتير مهضوم، انا بحبه كتير كتير بحبه. ما هلا من دقيقة قلت لي انه سقيل. ايه بس ببلش بصير مهضوم. يلا فإذاً كل عيد وانت بألف خير وسنة 2015 تكون مباركة عليكي. وعليك كمان. خواجة برون يا عيني على هالخواجة. من داويها ومن حليها بشادي وقابي كوميدي شو.